أسوأ شخصية في عالم الأنمي من وجهة نظري جريفيث. حين يجيك المحنك ويقول جريفيث سولو وكلام الفاضي، جريفيث شخصية معطوبة. تخيل عشان يحقق هدفه راح عند الملك و... لا يا حبيبي، حتى في اللحظة السوداوية جاء وسوى في... يا أخي المانجا حرفيا ما أدري وش وضعه، لازم تحشره حاجات ما هي طيبة وبشكل مرة شديد. طبعا أعرف أنه في بعض بيبرر يقول لي المانجا سنن ومدري إيش، مو حق الصغار. برضو حتى المشاهد اللي قاعد تصير في بيرزيك ما تصلح لا للصغار ولا للكبار، خلنا نكون صريحين. هذا غير المفهوم الإلحاد اللي موجود في العمل هذا، ما هو طبيعي يا عمي، من جد العمل مرة معطوب. صراحة مستغرب اللي يطبل للعمل هذا، معليش العمل مرة معطوب واللي يطبل للعمل هذا معطوب، معليش.